أهلا بكم أعزائي مشاهدي تايم سبورتس، حلقة جديدة كملين حدوتتنا طويلة ومليانة أحداث ومليانة قصص ومليانة حواديت. من زمان، من أول بداية لينا و57 وحكيت لكم على الكابتن ديبا والسوبر هاتريك وكابتن حنفي بصان لما أول واحد رفع كاس الأمم الأفريقية، وكابتن لطيف أول مدير فني كسب البطولة الأمم الأفريقية، ومشينا وصلنا للكابتن الشاذلي هداف الهدافين اللي لحد النهاردة ولا لعيب مصري قدر يحطم رقمه في أفريقيا، وصلنا لمحطات كتيرة مليانة أساطير مبدعين. البلد دي ولادة بالنجوم. إحنا فرعنا مختلفين، دي لون وطعم وإحساس تاني، بلدنا مختلفة. وصلت معاكم ل 98 وحكيت لكم 98 لما الجنرال الجوهري فضل يلف في اوضته الكبيرة الواسعة في نصها سرير، فضل رايح جاي حواليه يفكر هيروح يلعب ازاي 98 للأمم الأفريقية. كل الجرايد جايبة اكتئاب، مش هتنفعوا، مش هتقدروا، مش هتكسبوا، ما تقدروش. كل ده خلى الكابتن جوهري يفكر، طب هكسب ازاي، اعمل ازاي، وقرر انه يعتمد على بعض اللعيبه تديله شخصيه تانية. قلت لكم لما دخل لحازم في اوضته وحازم مش واخد باله، خبط على الاوضه ودخل وقال له حازم انت المخ، انت اللي هتلعب بالفرقه، انت اللي هتحركها، انت اللي هتاخدها، انت اللي هتعمل هجمه، انت اللي هتكسبنا وتخلي حسام النجم. حازم اتخض من الكلام ده، وقلت لكم راح واول لما مش كابتن جوهري حب ينام وينسى الكلام، لكن عينيه وهو على السرير وقعت على جزمته شافها، كان ناقص يتكلم معاها هنقدر اللي هو ازاي حازم امام. كانت بدايه لحاجات كتيره في حياته. حسام حسن مفيش حد ما قالوش ما تنفعش اعتزل، لان اللي عمله اعجاز. عمرك شفت واحد يجيب جوان في 98 ويرجع بعد كده يجيب في 2006 وقبلها جايب جوان 20 سنه بيجيب اهداف؟ يا اخي يا بتوع الاتحاد الافريقي، في حد 20 سنه بيجيب اهداف؟ ايه ده الاعجاز ده؟ قلت لكم خلصناها وجينا على بطولة 2000، عايزين نبتدي 2000، بس قبل ما نبتدي سنة 2000 دي قرن جديد باحتفالية جديدة بالعالم كله. احنا احتفلنا في مصر سنة 99 21/10 99 احتفلنا بالدكتور أحمد زويل، كان كابتن جديد، نجيب محفوظ، باللي عمله بالإبداع، بالحوار، بالأفلام، بالسينما، بالكتابات، بالألم اللي ياخدك للخيال ويعيش بيك زي ما نجيب عايز، وخدنا يستحقها. يجي كمان زويل ويوصل بينا للفيمتو ثانية، مش في شغله، في إحساسه وأدائه. كانت بداية جميلة، دخلنا على سنة 2000 وإحنا كلنا أحلام، لسه الأرض دي زي ما هي بتطلع نجوم، بتطلع أبطال في كل مجالاتها. ده كانت كمان السينما فيها بتتغير، وراحت من كتر الضغوط اللي بتحصل على الناس السينما الكوميدية الجميلة هي اللي بقت منتشرة. ظهر التختوخ الضاحك اللي ضحك الناس كلها وعيطنا في لحظات رحيله. علاء ولي الدين لما عمل فيلم الناظر ضحكنا، كان غير عادي. بس كمان هنيدي رفيق عمره كمان عمل فيلم كان غير عادي. الكوميديا غزت السينما عندنا، بيليا ودماغه العالية، هو كان بيليا، هنيدي ده بيليا بجد وبيتنطط في كل حتة، مسرح رائع، سينما رائع. الزعيم هو الزعيم لما بيقول فيلم بقى يعني ليه هدف، ليه طريقة، ليه معنى. عادل إمام لما يتكلم في السينما راح مطلع هالو أمريكا، وده كان فيلم تقيل قوي مليان سياسة. كان كمان في نجوم بظهروا في الوقت ده، واحد أنا بقى من الناس اللي أنا بحبهم قوي كمان، أحمد السقا عمل شورت وفانيلا وكاب، الرومانسية والحب والأغاني، دروخوا الشعب، دروخوا الشباب في الوقت ده بالحاجات دي. حتى سوق الأغاني كان حلو. سنة 2000 نزل بقى كمية ألبومز أو كمية نقول إيه شرايط في الوقت ده المطربين كبار، يعني قال لا أنا في الملعب، وراح داخل بأسلوبه وبأغانيه الهندي وإيديه الهندي وقعد يعمل لنا كده. هشام عباس كمان حدوتة غير عادية. التحديات كلها كانت في صالح الناس، المنافسة كلها كانت في صالح كل الناس. بصراحة أجواء كانت ظريفة مقبولة. مصر كانت بطل في 98، راحت على سنة 2000 عشان تحقق بطولة جديدة. تفتكروا حصل إيه؟ استنوني هرجع لكم دلوقتي.
واخدكم في حكايتنا، وصلنا بقى للبطولة ال21. بس قبل بقى ما نوصل للبطولة ال21 كمان عايزين نعرف مين اللي كسب. الفراعنة والبلاك ستارز، اتنين محدش بيلين، كأنه ماتش ريست، الفرقتين حاطين دراعهم محدش بيتغلب. كل فرقة أربع بطولات لحد سنة 2000، أربع بطولات لمصر آخرها 98، أربع بطولات لغانا. يجي وراهم الكاميرون، أسود الكاميرون بطولتين، ومعاهم نيجيريا برضو بطولتين، والكونغو الديمقراطية بطولتين، بطولة واحدة لكل من حبايبنا أخواتنا السودانيين وإثيوبيا، الإثيوبيين حبايب قلبنا شركاتنا في كل حاجة. بعد كده المغرب، إخواتنا بقى العرب، المغرب والجزائر، وكمان كوت ديفوار وجنوب أفريقيا. كل من دول كل واحد خد بطولة. طبعا في الوقت ده لحد 2000 كان اتنين مسيطرين على عالم التهديف، لوران بوكو كان جايب 14 هدف لعب كوت ديفوار، والكابتن حسن الشاذلي 12 هدف. محدش قدر يجي ناحيه الارقام دي لحد دلوقتي. سمو القطو كان لسه مولود وبيتنطط، لسه ما ظهرش على حقيقته. يظل زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه كابتن ديبا، محدش جاب في النهائي 4 تجوان. ويظل لقطه صوره كابتن حنفي بسان وهو رافع الكاس هي الاجمل، اول بطوله واول واحد رفع الكاس. الاتحاد الافريقي ابتدى يفكر، داخلين على سنة 2000 وفكر جديد وطريقة جديدة، وليه ما نعملش حاجة جديدة؟ فقال لك ماشي، تعالوا نعمل تنظيم مشترك. يعني ايه؟ هما شافوا اوروبا بيعملوا مين ومين، قال لك خلاص البطولة 2000 غانا ونيجيريا. مصر طبعا رايحة، هي البطل في 98. في الأول مرة في تاريخ أفريقيا بلدين ينظموا بطولة، عشان الكاف يقول هو ده بداية عصر جديد، هو بداية 100 سنة جديدة، هو ده التطوير بتاعي، هو ده خيالي إن الأمم الأفريقية هتتوسع لهذه الدرجة. بطولة سنة 2000 النهاردة حلقتنا فيها 3 أمم أفريقية، 2000 و2002 و2004. بنبتدي ب2000، بنبتدي من الطيارة، وإحنا راكبين الطيارة ورايحين على نيجيريا. هي في غانا وفي نيجيريا البطولة، إحنا هنلعب في نيجيريا. رحنا النسخة 22 من الأمم الأفريقية، كان معانا 16 فرقة اتقسموا على 4 مجاميع، كان فيها مصر، معانا بوركينا فاسو وزامبيا والسنغال، دمهم تقيل شوية على قلبنا. المجموعة الرابعة المغرب، تونس، نيجيريا، الكونغو. لاعبين اللي اتلعبوا في غانا وملعب في أكرا واللي كان بياخد في الوقت ده 40,000 متفرج، وفي كوماسي اللي كان بياخد 51,000 متفرج في الوقت ده. في نيجيريا كان في ليجوس الملعب الوطني بتاعهم بياخد 55,000 متفرج. وبعد كده سانيا باتشا في مدينة كانو اللي احنا بقى رحنا لها دي، وده كان بياخد 25,000 متفرج. بطولة كانت صعبة قوي. انتوا عارفين ليه؟ لان انت جاي بطل، ودايما البطل بيعاني. كان رئيسنا في الاتحاد ده كابتن عبدو صالح الوحش، وجه بعديها تغييرات، لكن هو كان جاي بمجلس معين. رئيس النادي الاهلي كان المايسترو صالح سليم، ورئيس نادي الزمالك كان المهندس كمال درويش. هو كمال درويش بس هو كان مهندس، لان هو ظبط ورسق نادي الزمالك، عمل حاجات كتيره فيه. كابتن عبدو صالح الوحش قعد مع ناس كتير وقرروا ان هم يختاروا مدرسه مختلفه تدير منتخب مصر. هو المدير الفني جيرارد جيلي كان مدير فني مختلف جديد، شخصيته كويسه قوي، لغته فرنسيه، ما اعتقدش درجات التفاهم مع اللعيبه المصريه كانت في اعلى درجاتها حتى لو مترجم. انا ما بحبش المنطقه دي، ان انت تجيب مدير فني لغته بعيده عن دماغ اللعيبه. جيرارد جيلي كان بيتكلم فرنساوي وده كانت لغه صعبه، لكن هو قرر ياخد مجموعه من اللاعبين، نادر السيد والاسطوره ابراهيم حسن، وظهور بقى لمحمد عماره، والنجم الكبير مدير الفني مدرب دلوقتي منتخب مصر هاني رمزي، وعبد الظاهر السقه كان ساعتها وحش الوحوش، سيد عبد الحفيظ كمان كان موجود، ومحمد يوسف وياسر رضوان، نجوم غير عاديه، الاسطوره الاساطير، ده حقه وده اسمه. حسام حسن الموهوب التالنتد قوي، عبد الستار صبري، طارق السيد اللي اخترع اسلوب جديد في الجبهه الشمال كان لعيب ممتع، حسام عبد المنعم سردباك قوي، و حلم أو العندليب عبد الحليم علي كان لعيب غير عادي، والموهوب إمام الموهوبين الثعلب الكبير، حط زي ما تحط أسماء أنتوا عارفينه إنه حازم إمام، ومعهم الولد المتنمر دايما اللي مش عاجبه كل حاجة قوي رغم إن هو من جواه طيب فلة، إبراهيم السعيد، ويظل الأسطورة الخالدة في حراسة المرمى أسامة الحضري موجود، أحمد حسن
العميد او نجم من النجوم كان بيحفر طريقه في الوقت ده، كان موجود، واللعيب راس حربة موهوب بدلك اسمه محمد فاروق، ويجي لاعب تقول عليه فنان، تقول عليه لاعب، تقول عليه وجه سينمائي في الوقت ده كان لعيب كورة، لكن التاريخ لف بيه وخلاه وجه سينمائي. أحمد صلاح حسني أول ظهور لي مع منتخب مصر، وكان ساعتها لعيب لسه فنان جوه الملعب، ما شفناهوش بالجمال بتاعه زي ما هو بره الملعب. هادي خشبة ده حط عنده خطوط كتيرة، واحد من الجينات البيور بتاعت النادي الأهلي، هو من سلالة التتش ومن سلالة سليم، من حاجة إنسان ولعيب حاجة غير عادية. يجي أيمن عبد العزيز، وده كان لعيب أول اللعيبة اللي توغلوا وراحوا تركيا واحترفوا هناك وعملوا جو غير عادي. بصراحة كان أيمن ده لعيب كبير قوي. ويختم بعبد الواحد السيد، حارس مرمى عملاق، شال كتير قوي حماية عريم منتخب مصر أو نادي الزمالك. ابتدت البطولة، وده كان في يناير، وأول بقى سنة 2000. أنا الميلينيوم بفتكره، أنا حضرت الميلينيوم كان في الهرم، في وسط الرملة، في وسط الأهرامات، في وسط أبو الهول، وجاء أحسن دي جي في العالم، والعالم كله اتفرج على العالم وهو بيتحول لسنة 2000. كان عندنا هنا من مصر 3-4 أماكن في العالم كانت كلها لايف سيم تايم، يعني كلها في نفس الوقت الحدث منقول للعالم كله، زي مصر ما استقبلت الحضارات كلها وأول حضارة غير عادية الفرعونية، مصر كمان خلت العالم كله يتفرج على سنة 2000. قرن جديد بيبتدي من هنا، من أم الدنيا وحبيبة الدنيا حبيبة قلبي. مصر افتتحت البطولة دي، وكان زامبيا، كان ماتش صعب قوي، وزامبيا فرقة تقيلة، وكسبنا بجونين للبارع ياسر رضوان وهدف غير عادي. ده من افتكروا كلامي كده، قلت حسام حسن في التشكيل، يبقى حسام حسن جاب جون، طبعا حسام حسن جاب جون. مصر لعبت السنغال، حسام حسن 1-0، ناس قليله قوي يعني اللي جابوا جوان في السنغال بتاعت 1-0 دي، اعتقد كنت انا واحد محظوظ منهم. 1-0 في السنغال في الالعاب الافريقيه، احمد حسام ميدو في تصفيات كاس العالم، حسام حسن في الامم الافريقيه، دول 1-0 على السنغال. السنغال هدف رائع مش طبيعي من حسام حسن. بعد كده زامبيا وبوركينا فاسو اتعادلوا 1-1، جينا بقى لعبنا بوركينا فاسو وبالاربعه يا حبيبي بالاربعه، 4 اهداف غير عاديين، رباعيه فرعونيه فنيه غير عاديه. احمد صلاح حسني كان ليه حكايه غير حكايتي اللي اتفرجتوا عليها في رمضان، كان ليه حكاية حب هنا مع الشباك وجاب جون غير عادي. حسام حسن كمان مدام موجود، نقلنا على الدور ده مش كروي، ده دموي، ده دور غير عادي. لقاءات بصراحة من كلها كانت ممتعة. الكاميرون لعبت الجزائر، كاميرون كسبت 2-1 على ملعب أكرا، والسيد أفريقيا أو أحد أسياد أفريقيا سامو إيتو جاب الهدف الأول بتاعه، هدف غير عادي، وبعد كده ماركن فيفيان فوي جاب الهدف الثاني، وتسفاوت جاب هدف الجزائر، 2-1 الجزائر خرجت. بعد كده جنوب أفريقيا لعبت غانا، جنوب أفريقيا كسبت، وكان فوز غير عادي لجنوب أفريقيا. بعد كده مصر لعبت تونس على ملعب ثانية باتشا في كانو، وخالد بدرة نجم تونس نجم نسور قرطاج كسبوا 1-0، لعبوا مباراة بصراحة كويسة قوي، كانوا أحسن مننا قوي وعرفوا يكسبونا، خرجنا احنا بره البطولة، وكان خروج بصراحة يزعل كل النجوم دي ونخرج. جيرارجي ليه ما كانش لحق، حصل له عملية التكيف الفني، ما كانش فاهم لعبتنا قوي، لكن عملوا بصراحة اللعيبة أحسن ما عندهم. 4-3 بضربات الجزاء، خلصت معاكم بطولة سنة 2000، وتعالوا بقى خدكم بطولة 2002. خلصت معاكم بطولة 2000 والكاميرون بطل، نروح بقى للنسخة الجديدة الأمم أفريقيا، البطولة رقم 23 في سنة 2002. تعرفين البطولة دي طبعا مالي، الاتحاد الأفريقي أعلن أن مالي هو المنظم البطولة، 16 فرقة كانوا في البطولة، 4 مجاميع كالعادة، المجموعة الأولى ليبيريا، مالي، نيجيريا، الجزائر، حرام عليكم بقى مالي مستضيفة عشان تعذبوها كده. المجموعة الثانية جنوب أفريقيا، المغرب، غانا، بوركينا فاسو، مجموعة صعبة برضو. المجموعة الثالثة الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، توجو، وكوت ديفوار. إيه ده؟ المجاميع كلها أصعب من بعض. المجموعة الرابعة مش قادر أقولها لكم،
صعبة قوي قوي قوي. مصر تونس، السنغال زامبيا. ايه ده؟ نار، مجموعة نار. رئيس الاتحاد في الوقت ده سنة 2002 كان اللواء الجميل محبوب الجميع، كان راجل كده الناس كلها تحبه من انضباطه التزامه الحيادية الطبيعية ليه كرئيس اتحاد، اللواء يوسف الدهشوري حرب، حاجة كده تتبروز في تاريخ اتحاد الكورة. برضه كان رئيس النادي الأهلي، وفي مين غيره؟ المايسترو صالح سليم. لكن كانت سنة 2002 دي سنة حزن في القلعة الحمراء، لأن توفى أحد أهم رموزها، نجم نجومها المايسترو صالح سليم. جه وراه الراجل اللي كان الأهلي كله بيحضره للمستقبل في الأهلي، كابتن حسن حمدي. حسن حمدي جه في الوقت ده في 2002 رئيسا للنادي الأهلي. طبعا رئيس نادي الزمالك في الوقت ده كمال درويش، كان راجل إنجازات، راجل ناجح جدا، الدكتور كمال درويش. ده كان رؤساء الزمالك ورؤساء الأهلي. قائمة المنتخب، ورجعنا تاني دورنا على الكابتن جوهري. طب مشيناه ليه؟ هو كل ما نتغلب نمشي ونرجع نجيبه. طب ما كنا حافظنا، اتغلبنا مرة ما كان جايب 98، خسرنا 2000 مع جيرار جلي، رحنا ممشينه وراجعين تاني كابتن محمود الجوهري. كابتن محمود جوهري جاب اللعيبة، نقاهم بعتنا، كلهم شباب محترمين كباتن يمثلوا مصر، لكن هو كان ليه الحرس بتاعه، ناس لازم يبقوا، هو موجود كان لازم يبقى هم موجودين. نادر السيد لو شوبير كان موجود كان جاب شوبير، لأنه كان شوبير الحارس المرمى بتاعه، لكن هو في الوقت ده كان موجود نادر السيد، عمرو فهيم ومحمد عمارة، هاني رمزي وعبد الظاهر السقا وهاني سعيد، ظهور أول لخالد بيبو السريع قوي الساحر، كان بتاع الإسماعيلية والأهلي. بعد كده ياسر رضوان، ومدام الجوهري موجود يبقى في حسام حسن، لو فين هيجيبه. بعد كده أحد مواهب نادي الزمالك الإعجازية، لاعب صاحب لمسات وشخصية، جمال حمزة موجود، طارق السعيد ظهر برجله الشمال ريفالدو شبهه كده، ستايله حاجة غير عادية، بركوتا كمان، محمد بركات، كنت هقول محمد حركات، هما الاثنين لايقين عليه، يلعب في أي حتة، جوكر بمعنى الكلمة. أصل الجوكر مش هتلعب في أي حتة، الجوكر يعني تبدع في أي حتة. ظهور أول للصخرة، نجم المحلة والأهلي وائل جمعة، وهو كان صخرة، حفيد سلالة صخور الدفاعات مصر، من أول إبراهيم يوسف اللي أنا شفتهم بهشام ياكن بقى بماهر همام بمصطفى يونس بعيش بحسن حمد، كل دول تمشي صخور صخور بالسياجي بقى. كل دول كان موجود. يجي بعد كده الموهبة، حازم إمام موجود، إبراهيم سعيد الشقي موجود، الحضري طبعا ابتدى الجوهري يحطه، أحمد حسن وانت مغمض مدام الجوهري يبقى أحمد حسن، وميدو مدام في الملعب يجي. ميدو كان اكتشاف، أحمد حسام ميدو ظاهرة، رأس حربة مرعب لأي حد، قوي سريع شجاع ما بيخافش، من وهو صغير ما بيهموش حد، لعب في أوروبا لعب في كل حتة في العالم. فرويد ما يتكررش، فرويد كان يلعب لحد دلوقتي في سنه. أحمد حسام ميدو كان ظاهرة، الناس كلها كانت بتحبه، كان ستايله كده تحس إن هو حصان غير ملجم، ما تمش ترويده، بمزاجه في الملعب. ميدو كان حاجة مش طبيعية. فنان الملعب أو فنان التلفزيون والسينما كان أحمد صلاح حسني. ظهور أول لأبو العيلة، اللاعب الأشول الشيك الستايل اللي دخل كان جاي في المنتخب. طارق السيد موجود أكيد لازم يبقى موجود. وظهور أول لمحمد عبد المنصف حارس مرمى جديد لحد النهاردة موجود في الملعب، ربنا يديله الصحة. المباريات دي كانت مصر في المجموعة الرابعة. مصر أول مباراة لعبت السنغال، اتغلبنا 1-0، لامينا دياتا جاب الجون فينا. في نفس المجموعة معنا زامبيا وتونس 0-0، قلنا كويس محدش سبقنا كتير، رحنا ملعبين تونس قلنا بقى الماتش ده يفرق معنا، لو كسبناه يبقى حاجة حلوة قوي. كسبناه، حازم إمام كسبنا بهدف غير عادي. افتكروا الحوار اللي بين الكابتن جوهري وحازم امام، من يومها من ساعه نجاح حازم ده والجوهري بيعتمد على حازم في كل حاجه. بعد كده السنغال وزامبيا، السنغال كسبت 1-0، السنغال فرقه ما حدش قادر عليها، كامارا سليماني كامارا جاب الجون. مصر راحت تلعب مين؟ زامبيا. المجاميع التانية كان نيجيريا مالي تاهلوا منها، المجموعه التانية جنوب افريقيا غانا اتاهلوا منها، المجموعه الثالثه كاميرون كونغو ديمقراطيه تاهلوا منها، وزي ما قلت لكم المجموعه الرابعه السنغال ومصر اتاهلوا منها، زامبيا وتونس خرجوا. بعد كده لعبنا مباريات دور الثمانيه كانت مولعه،
مالي كسبت جنوب أفريقيا 2-0، وده كان حدث. مالي توريه وسيسوكو جابوا جونين غير عاديين وكسب. بعد كده نيجيريا وغانا، نيجيريا كسبت غانا 1-0 افترسوهم. بعد كده مصر قابلت الكاميرون، وللأسف زي ما قلت لكم مصر خسرت وخرجت من البطولة دي، بس بعد أداء رائع ضد الكاميرون. باتريك موبوما خطفنا بصراحة، قوي أشول لعيب كان غير عادي، خطفنا وخرجنا من البطولة دي بصراحة. برضو كابتن جوهري الله يرحمه عمل حاجة غير عادية، واللعيبة ما قصرتش. ما ينفعش اتغلبنا يعني وحشين، لا اتغلبنا يعني الحظ ما كانش معانا، لعبنا كنا كويس قوي. بعد كده البطولة كملت، السنغال قابلت الكونغو الديمقراطية كسبوا 2-0 بعد، وكان ظهور بقى الحاج ضيوف ظهر في الوقت ده. بعد كده بقى نيجيريا لعبت السنغال بقى قبل النهائي 2-1، السنغال كسبت نيجيريا وخلصوا عليهم، خرجوهم. ديوب دياو هو اللي جاب الجون. بعد كده الكاميرون لعبت مالي على أرضها، وقلنا مالي هتكسب بقى. الأسود كانوا أبطال في سنة 2000، حافظوا على بطولتهم، كسبوا مالي 3-0. فيفيان فوي جاب جون، سلم أوليمبي جاب جونين، الأسود افترسوا مالي على أرضهم. طب الثالث والرابع نرادي مالي اللي لعبت نيجيريا، مفيش حظ، نيجيريا كسبت مالي 1-0 وخدت المركز الثالث، جاب الهدف ياكابو بتاع لعيب نيجيريا. المباراة النهائية أجمل ما فيها أبطال أفريقيا ورا بعض، 2000 الكاميرون، 2002 الكاميرون، الكاميرون أبطال أفريقيا في 2002. خلصت 2002، تعالوا خدكم بقى على تونس 2004. حلقتنا مليانة من بطولة 2000 الكاميرون بطل، 2002 الكاميرون برضو بطل. طب نروح بقى على تونس نغير البطل، مش معقولة كده الكاميرون هياخد كل حاجة. الفرقة بتاعته بصراحة مش طبيعية، كانت فرقة ذهبية، أسود من ذهب زي ما قالوا. لكن المرة دي كلنا حبايب، القلوب رجعت تاني، العرب إيد واحدة، طبعا هنروح تونس. المباراة اتعملت على 4 ملاعب، تونس كانت بتستعرض نفسها. خلي بالكم تونس من البلاد الناضجة كرويا، ملاعبها منشأتها جمهورها حاجة مفيش أجمل من كده. 4 ملاعب، الملعب الأول 7 نوفمبر، وده كان بياخد 60,000 متفرج. الملعب الأولمبي بالمنزة بياخد 45,000 متفرج، والملعب الأولمبي التاني اللي في سوسة بياخد 30,000 متفرج، وعندهم ملعب الطيب المهيري بياخد 30,000 متفرج، وعندهم كمان ملعب مصطفى بن جنات 25,000 متفرج، وملعب 15 أكتوبر 20,000 متفرج. قلت لكم كل ملاعب تونس. تونس عندها 16 فريق هتستضيفهم، اتقسموا كالعادة خلاص على 4 مجموعات. المجموعة الأولى تونس، غينيا، رواندا، جمهورية الكونغو، فيش دلع أكتر من كده يا توانسة، يعني متسهلة لكم في الأول. المجموعة الثانية مالي، السنغال، كينيا اللي غاوية تتغلب في البطولات كلها، وبوركينا فاسو. بعد كده المجموعة الثالثة كاميرون، جزائر، مصر، زيمبابوي، ده تعذيب. المجموعة الرابعة المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وظهور بقى بنين تاني. بصراحة كانت حاجة صعبة قوي. كان رئيس الاتحاد في الوقت ده الدهشوري حرب، وبعدين اللواء يوسف الدهشوري حرب، بعد كده جه كابتن عصام عبد المنعم بالتعيين في الوقت ده. على فكرة أنا كنت معاه في التعيين ده. بعد كده كان كابتن حسن حمدي طبعا هو رئيس النادي الأهلي، وكمال درويش رئيس نادي الزمالك. قائمة المنتخب خدها بقى الكابتن الشاب الذكي اللي كان ناضج قوي فنيا، عمل نتائج في الدوري غير عادية، راجل تحس كده مخه أجنبي، واخد بقى جينات ناس كتيرة، واخد جينات الكابتن جوهري، على جينات كابتن عبد الصالح الوحش، على جينات كل الناس العباقرة اللي دربوا في منتخب مصر. كابتن محسن صالح مدير فني منتخب مصر، كمان نادر السيد حارس مرمى اختاره، وعمرو فهيم. في ناس انا هعمل لكم في الحلقه الاخيره واعدلكم كل واحد لعب كام بطوله من نجومنا. وائل الاباني كان ليبرو شيك، كان موجود في الملعب، وعماد النحاس زيه بالظبط لا يقل شياكه عن وائل الاباني. عبد الظاهر السقا لازم يبقى موجود، محترف بمعنى الكلمه، الصخره كمان وائل جمعه. احمد فتحي وكان لسه بيبتدي بقلبه بأدائه بقوة أدائه، وكان ظاهرة أحمد فتحي ده بصراحة. تامر عبد الحميد وده كان غير عادي، وكان موسم أساسا لتامر غير عادي، ومدميده في الملاعب يبقى ميدو موجود. وظهور أول لبلال
احمد بلال او احمد جوان، ان هو كان الولد ده جوه ال 18 ما بيرحمش، جون على طول، كان جلاد لحراس المرمى. يجي بعد كده طارق السعيد برجله الشمال بذكائه، اتكلمت عنه، باراكوتا، محمد بركات، طارق السعيد لازم يبقى موجود. ومدام لسه في الملعب يا ابني، مدام لسه في الملعب بتلعب برقم 14 بتاعك هتفضل في المنتخب. حازم امام اكيد موجود، بشير التبعي كان موجود وكان سردباك قوي غير محظوظ، اتظلم والله، من اللعيبه الكويسه قوي، لكن اعلامنا لما بيخلص على حد او بيتكلم على حد ساعات ما بيشوفش، لكن بشير التبعي انا شايفه من احسن اللعيبه السردباكات اللي كانوا موجودين. عبد الواحد السيد الراجل الامين موجود، احمد حسن لازم يبقى موجود، حسام غالي كمان ظهر في الصوره، وهو مش اسم، هو حقيقه، هو غالي، حسام ده حاجه غاليه، كان لعيب غالي في الملعب. العندليب ده موجود برضه في الملاعب، لازم عبد الحليم علي يبقى موجود، وهادي خشبه بيحطم ارقام لسه موجود في المنتخب، مش عشان بس اخلاقه ولا عشان لعبه، عشان هو لازم يبقى موجود في المنتخب، شخصيته كده بتاعت منتخب مصر. هاني سعيد برضه من اللعيبه المعجزه اللي ظهروا في الوقت ده، هحكي لكم على هاني سعيد ده كتير. وعصام محمود كمان كان موجود. ده كانت التشكيله اللي اختارها كابتن محسن صالح. وقعنا في المجموعه الثالثه زي ما قلت لكم، اول ماتش مصر زيمبابوي، تامر عبد الحميد ومحمد بركات، قلنا يا فتحي عليم حاجه حلوه، بدايه جميله. كمان الكاميرون والجزائر اتعادلوا 1-1، بعد كده ابتدينا الكاميرون بقى لعبت زيمبابوي كسبتها 5-3، لعبتنا اتعادلنا 0-0، كان لازم نكسب، اتعادلنا 0-0. زيمبابوي كسبت الجزائر 2-1. ايه المجموعه اللي كانت معقده دي؟ مجموعه كانت معقده قوي. تعالوا اقول لكم اللي اتاهلوا من المجاميع، تونس وغينيا اتاهلوا من المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه مالي والسنغال اتاهلوا، المجموعه الثالثه الكاميرون والجزائر اتاهلوا، المجموعه الرابعه المغرب ونيجيريا اتاهلوا. احنا طبعا قلت لكم خرجنا دي كده، رحنا للادوار قبل النهائي، موقعه كبيره قوي. نيجيريا كانت تستحق المركز الثالث بصراحه، اللي عملت ماتش غير عادي مع التوانسه، خدت المركز الثاني وكسبت مالي 2-1. نروح للمباراه النهائيه، تونس والمغرب، مفيش اصعب من كده. الشمال الافريقي احنا واحنا مع الجزائر لما بيلعب بعض الملعب بصراحه بيولع نار، معرفش ليه، مع ان المفروض نبدل تيشيرت ونضحك مع بعض ونهزر مع بعض، لكن حته مين الاقوى مين الاحسن مين اللي يستاهل دي عندنا معقدين احنا مع بعض شويه بصراحه زياده، لكن بتتحسن الايام دي. نهيت معاكم الحلقه لكن ما نهيتش حكاياتي، حكاياتي لسه مستمره، استنوني الحلقه الجايه. 2006 بدايه عصر الذهب لمصر ام الدنيا، اشوفكم على خير.